تنضم إلينا شذا بركات، مديرة مشروع التأهيل والتدريب المهني في مركز هذه حياتي. صباح الخير. يا أهلا، صباح النور. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. الله يبارك فيك يا رب، رمضان كريم. عارفين أكثر عن المشروع، الفترة التدريبية يعني حسب التقرير 5 شهور يعني هي كافية؟ نعم، أول شيء كل عام وأنتم بخير ومباركة طاعتكم في شهر الخيرات. إن شاء الله رب العالمين يعيد علينا هالأيام ويكون النصر مكلل لسوريا كلها إن شاء الله، وربنا بيكون كمان أفضل من هاي الأيام، فرج عن غزة وعن أهلنا بغزة إن شاء الله تعالى يا رب. فلسطين المشروع هو مشروع كتير كتير مهم بالنسبة للسيدات في المنطقة المحصورة اللي اسمها إدلب والمحرر. نحن في هذه المنطقة منعاني من أنه في عنا أيادي عاملة، في عنا كتلة بشرية هائلة، موارد بشرية قوة عاملة، ولكن وحتى مواد وأيدي بنفس الوقت عاملة رخيصة، لكن لا يوجد في عنا تسويق للمواد اللي نحن والمنتوجات اللي نحن عم نصنعها للأسف الشديد، لأنه نحن محاصرين فما بنقدر نطلع هاي المواد ونبيعها برا خارج هاي المنطقة. في قيود كتير كبيرة على إخراج المنتجات في المنطقة هون، لا نقدر نسوقها في تركيا أو في حتى في العالم العربي أو حتى تطلع إلى أوروبا، مع أنه هي بالمستوى الأعلى من التقنية والجمالية وحتى من تعتبر تحف ممكن أن تنحط في صدر كل بيت كل صالون. الإشكال أنه نحن عنا هذا الشيء لكن ما في عنا هذا التسويق. المشروع كان على أساس أنه نحن نقدر ندرب هذول السيدات، في منهم عندهم خلفية لبعض الورشات، عفوا بعض المهن، ولكن في منهم ما بيعرفوا شيء أبدا عن هاي المهنة لكن تعلموها بشغف. الآن بعد مرور 5 أشهر الجميع يعني كان بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل قدرتهم على التحدي بأنه هن قادرات على أنه يصنعوا أشياء جميلة، في رغبة اليوم بالتعلم صحيح لا يقدروا يكون عندهم مشروع خاص. ست شذا، إذا بما أنه طرقنا للسيدات المشاركات، كيف تم انتقائهم؟ قبل شيء نحن عملنا طبعا إعلان عن طريق الإنترنت وفي رابط دخلوا عليه، وأنا قابلت كل السيدات والصبايا اللي سجلوا في الرابط، وحتى عرفت شو خلفياتهم بالنسبة للمواد المهن اللي بدهم يتعلموها وهل هن عندهم معرفة فيها سابقة أم لا، وفي من هون فقط انه حابين نتعلم لحتى نقدر نحن نشوف اذا ممكن نقدر نعمل من هذا العمل اللي نتعلمه المهني تصير مهني فعلا حقيقيه، او نفتح مشروع او نساعد فيها بيوتنا او اهالينا. في من هون طالبات في الجامعات بحاجه لانيتهم يدفعوا تكاليف الجامعه، يعني كان إذا فينا نقول الشرط هو أنه تكون بحاجة أنها تعمل مشروع خاص وتعتاش من خلاله. ممكن أن تعمل مشروع خاص أو هو حتى هذا المشروع أنه مشروع يكبر ويتكامل مع بعضه يكون هو فعلا مشروع للتشغيل، يعني ممكن لتشغيلهم، ونحن نقدر لو نقدر أن نسوق لهالمواد هيك على أساس أنه نحن نقدر نسوق لهالمواد ونطلعها برات المحرر ونقدر نبيعها. يعني نحن في الفترة الأولى بالشهرين الأوائل كنا فقط عم نتدرب، لكن أنا كنت صارمة جدا في موضوع الجمالية والتقنية العالية، يعني ما يكون في عندي أشياء غير قابلة للبيع. يعني ما هي أمور أنه أنا فقط عم بتعلم جاي وببساطة لازم يكون في إبداع، اهتلاك. تمام، اهتلاك للمواد. أنا المواد بدي استفيد منها بأكبر تقنية عالية أعملها وما خليها تكون تروح ضايعة. فكان في عندي إنتاج بعد الشهرين، بعد الشهرين مباشرة كان في عندي إنتاج حقيقي ممكن ينباع بأي
بأي سوق أو بأي معرض. جميل. طيب سيدة شذا، يعني التخصصات اللي شملها المشروع هي تخصصات منتجة، يعني بيقدروا بعد السيدات يفتحوا مشاريعهم الخاصة، نحكي عن أهمية هذه النقطة. طبعا، لكن مثل ما قلت لك أن المشاريع في المنطقة موجودة، عندك موارد بشرية موجودة، قوة موجودة، لكن للأسف ما في سوق تصريف. نعم. يعني البلد احكينا عن التخصصات لو سمحتي، هذا ما قصدته. أيوة، التخصصات هلأ هي رقم واحد هو الرسم على الخشب والموزايك. هذا الموزايك هو الفسيفساء القديمة اللي كانت مرسومة على أراضي سورية كلياتها القديمة، أو على جدرانها الرائعة جدا. نعم، هذا هي تقنية عالية جدا لاستخدام الرخام، وهو رخام من نوعين، من صناعي ومن رخام طبيعي، وتكسيره ما هو بالأمر السهل، وتصنيعه وصفه على نعم وصناعة لوحات جميلة منه، هذا ليس بالأمر السهل أبدا، فهي تقنية عالية وتعلموها بشغف وبسرعة، الحمد لله رائعة جدا. بنفس الوقت أنا اخترت لهم مدربات يعني أكفياء تماما، يعني بحيث أنه قدروا يعلموهن وينقلوا لهم المهني بطريقة سهلة وسلسة. التخصص الثاني اللي عندنا هو الفخار، وبتعرفوا صناعة قديمة، الفخاريات في سوريا مشهورة في التاريخ كله، وبالجرار الفخاري وبالرسوم وبالرقم الفخاري اللي نحن كتبنا عليها أول حروف للأبجدية في التاريخ. بنفس الوقت نحن في عنا الاختصاص الثالث اللي هو الرسم، الخياطة والتطريز، فكان في عندي بالتطريز أمور لوحات في غاية من الروعة والجمالية والتقنية الجميلة جدا جدا. نفس الشيء ننتقل لموضوع صناعة الصابون، وهي صناعة قديمة جدا من بالبلد، من زيوتنا، من زيت الصابون والمواد العطرية الموجودة والنباتات الطبية الموجودة، مثل مثلا الريحان والبابونج والأكليل الجبل وهي الأمور. فحتى اشتغلنا على هذا الأمر بخلط الزيوت بهي النباتات وصناعة صابون منها، مفيدة للبشرة، مفيدة للجسم، حتى روائح رائعة. وبنفس الوقت اشتغلنا على الأمور الجديدة هي بالفن الجديد اللي هو صناعة الشمع العطري وتجميله وتزيينه وجعله في يعني في أشكال جميلة جدا، حتى اهتمينا بموضوع أنه نقدر نغلفهم بطريقة فنية حتى نقدر نبعتها تتغلف وما يعني ما تنأذى إذا نحن حاولنا أن نصدرها إلى خارج المنطقة. فكان الأمل عند السيدات والصبايا، كان أمل كتير كبير بأنه هاي المواد اللي نحن الجميلة اللي عم نشتغلها والمتقنة أنها هي تطلع لبرا، وأنه يكون في عندي مردود مالي لهدول السيدات كبداية، تخليهم يبدوا من جديد ويحسوا أنه الأعمال اللي عم يقوموا فيها ما هي مركونة في أي مستودع، للأسف مثل ما عم يصير عنا بأي مشروع من مشاريع التمكين اللي عم تتم في البلد. هي منعلم هالسيدات المهني بيشتغلوا عليها، ولكن منعمل معرض في نهاية المشروع، و إذا كنا كتير كتير شاطرين ممكن نبيع بعض المنتجات، والشعب مثل ما أنك شايف عم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا، وفي نفس الوقت نحن محاصرين. نعم، فتبقى في المستودعات. أكثر تخصص كان مطلوب اليوم للسيدات، أكثر شيء قدموا عليه؟ والله التطريز والفسيفساء أكثر شيء، مع الشمع. مع الشمع. نعم. طيب، في ايضا معارض وفي لوحات رح ترسل الى اوروبا، خلينا نحكي عن هاي النقطه. والله انا بتمنى ان يتها ترسل الى اوروبا على اساس هيك المشروع، لكن الان في بعض المواضيع اللوجستيه اللي بيحكوا فيها، خاصه انه بموضوع النقل والتكاليف الباهظه للنقل، فما بعرف إذا منقدر نبعث شيء لبرا ونعمل فيه معرض أو اثنين. أنا لما كان في عندي، وإلى الآن الحمد لله، مع عمل مع تأهيل المكفوفين في مدينة إدلب، هو أول مشروع لتأهيل المكفوفين في الشرق الأوسط أو ما بعرف شو، المهم في المحرر لا يوجد غيره. فهذون المكفوفين عندي أهلتهم لصناعة القش
يعني القيام بأعمال فنية جميلة جدا، غير اللي كنا نحن الأطباق القش اللي كنا ننشر عليها البامية والملوخية. لا، نحن صرنا نعمل جاطات، صواني، لمبديرات من القش في غاية الروعة، وهني كفيفين، يعني هني عميان، تخيلي، بهذا العمل قدرنا نوصل لهم الفكرة وصاروا يشتغلوا ويشوفوا بأصابعهم بأيديهم. فتفاجأت بأنه لا يمكن نقل، للأسف لا يمكن نقل المواد اللي نحن عم نشتغلها لنعمل أي معرض في تركيا لحتى نقدر نجيب لهم دعم لهدول الكفيفين. في حال تم نقل اللوحات لأوروبا، كم لوحة اخترتوا؟ كان في لجنة مشرفة على موضوع اختيار اللوحات؟ طبعا في مجموعة مننا من القائمين على المشروع، لكن أنا بالنسبة مثلا المواد اللي اخترناها، المواد هي التوب، هي تحمل تقنية عالية وكميتها كتير كبيرة. كل التوفيق لكم، يعني ليست بالكمية السهلة. نتمنى فعلا أنه تحققوا هذا الهدف من عملكم، كل الناس تشوف منتجاتكم. شكرا لك شتى بركات، مديرة مشروع التأهيل والتدريب المهني في مركز هذه الحياة. يعطيكم ألف عافية. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.